معانا كريم احمد، اتفضل يعني بعد اللقاءات المهمه. سعيد كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، اكيد طبعا بنبارك للنادي الاهلي بقياده الكابتن ايهاب الالف المدير الفني اللي بنبارك له طبعا. يا كابتن ايهاب الف مبروك النهارده، قابلكم باد لك شويه النهارده لكن حاسمين البطوله وحاسمين الاداء، واداء رائع جدا. حابب تقول يا كابتن ايهاب في اللحظات دي لكل الابطال وكل البنات؟ اولا الحمد لله على المكسب البطوله بغض النظر على الجيم النهارده. جيم النهارده احنا بصراحه ما كناش متوفقين، النسب غير طبيعيه. اول ماتش فريق النادي الاهلي نجيب 51 بونت، اول مره احنا بنجيب. الماتش اللي فات بيننا وبين سبورتنج كان 86 79، النهارده بنجيب 51 بونت، حاجه مش طبيعيه فعلا. يعني باد لك، يعني ما كنتش اتمنى ان يبقى اخر مباراه يعني في الختام نكون مش متوفقين قوي كده، لكن الحمد لله على المكسب، لان هم احنا حسمنا البطوله قبل نهايه المرتبط بمباراتين، لان سبورتنج خسر من هليوبلس واحنا كسبنا هليوبلس رايح جاي الحمد لله في الدورتين. فالنهارده بس هو باد لك وعدم توفيق، بدليل ان احنا جبنا 51 بونت. ده هجوميا، دفاعيا ما كناش في فورمتنا العاديه او حالتنا الطبيعيه النهارده، لكن انا حابب بس اشكر البنات على الاداء المشرف ال 17 مباراه متتاليه بدون خساره، حاجه انجاز وحاجه كبيره جدا. وارد ان الفرقه البطوله يروح منها ماتش، الحمد لله ان هو راح في يعني بدون حسابات او بدون تاثير على 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 على, على بطوله الدوري المرتبط. السنه اللي فاتت كنا خلصنا كده بس كنا خسرنا ماتشين يا كريم، النهارده احنا بنخسر اخر مباراه بس قدام فريق سبورت، فريق كبير وفريق محترم، لكن هو الماتش كباسكت بول ما كانش ممتع زي ماتشاتنا اللي فاتت، او ادائنا ما كانش على المستوى المطلوب. لعيبه النهارده مش متوفقه نهائيا، النهارده في التايم اوت احنا عاملين 11 تيرن اوفر، واخدين 15 ستيل، جايبين 3 من 19 في التو بوينتس، جايبين 2 من 15 في الثري بوينت، يعني قصد نسب في الباسكت بول الناس اللي موجوده في الاستوديو المفروض يعني هتتكلم فيها، نسب غير طبيعيه، يعني بدلك غير طبيعي، مش متوفقين. فالحمد لله لكن البنات عاملين مجهود غير طبيعي، 17 مباراه ورا متتاليه. عندي اصابات كتير، مش بحب اقول كده، لكن عندي اصابات في مكان واحد، يعني في بوزيشن 2، يعني هو عندي اصابات. سهيل هشام اتصابت، تو امبارح اصرت ان هي تلعب وهي عندها يعني كدمه جامده جدا في مناخيرها، ما رضيتش تعمل حتى اشعه عشان ما تخافش هتعمل بعد المباراه. دلوقتي منى يحيى بتاعت الحلقه عندها اصابه في ركبتها وبتتاهل، فنقصد ان يعني اصابات. والحمد لله الفرقه ماشيه، عندنا 19 لعيبه، عندي 4 بنات مستقبل النادي مصعدين من تحت 18 سنه، ده المكسب بقى الحقيقي اللي هم ادونا يعني روح في التمرين وعدد بيساعدنا كتير جدا، كانوا بيلعبوا الماتشات اللي فاتت، النهارده ما كانش حد موجود منهم عشان ده مباراه تتويج، بحط 12، عندي 18 بنت بحتار احط ال 12، ده النجاح الحقيقي مع بطوله المرتبط. ان شاء الله احنا املنا ان شاء الله واحنا محضرين احنا ان شاء الله دي اول بطوله، ان شاء الله نحافظ على لقب الكاس وان شاء الله نرجع دوري السوبر باذن الله السنه دي ان شاء الله، وده اللي احنا متفقين عليه مع اللعيب. شكرا، الله يخليك. مستمرين معاك.